الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من فهمهما أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل، أو الذي جاء نزل به كلام الله عز وجل. لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا، ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل في بيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول، لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخرون. في واحد يقول: النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه فيعجمه. وهذا ليس بصحيح، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ودرجه سهلة، بس من أول افهم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام، لأن النحو لإقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويريد بالكلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، واللفظ معناه هو النطق باللسان. المركب يعني تركيبا اسناديا تحصل به الفائدة، بخلاف المركب تركيبا اضافيا، هذا ليس بكلام. لا بد ان نكون تركيبا اسناديا. المفيد، المفيد ايش؟ فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، حتى لو كانت الفائدة معلومة فلا بأس يسمى كلام. فخرج بقولنا اللفظ، خرج به الكتابة، فالكتابة عند النحويين ليست كلاما. وخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو قلت لإنسان واقف معناه لكن ما ثم كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولا رأيت شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ،
هو يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء لكن لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. طيب المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا، انتبه، تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. فإذا قلت هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ ها؟ لفظ. هل هذا غير لفظ يا خالد؟ لفظ، هو لفظ لكنه ليس مركبا، فلا يسمى كلاما عند النحويين، لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. فمثلا التحقيقا إذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا لا؟ تقديرا إذا قلت قم، هذا ما تركب من كلمتين، ما تركب من كلمتين تحقيقا ولكن تقديرا، لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة البارز، في قوة البارز، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد المراد بالمفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم، ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب، أفادت ولا لا؟ ها؟ أفادت. الآن السامع ما يتشوف إلى غير هذا، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب لا شك في ثلاث كلمات، إن ونجح والطالب ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوف، طيب إن نجح الطالب وش يكون؟ ماذا يكون؟ إذن لا نسمي هذا كلاما. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيرها. طيب ولو قلت إن نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر، في كلمات كثيرة، يكون كلام ولا لا؟ ها؟ ليش؟ ما أفاد، نفس السامع لأن يقول هات حطنا الفائدة، حطنا الفائدة. إذا لابد من فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما، صح ولا لا؟ السماء فوقنا هو كلام مع أنه معلوم، الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. مع أن هذا تحصيل حاصل، إذا كان الماء من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب على كل حال المفيد إيش نقول؟ فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة، لا فرق. طيب قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين، أو إن شئت فقل أمران. الأول أن يكون الواضع له،
قاصدا وضعه، فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهاذي. هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشوف فسامه بعدها إلى شيء، لكن العربي لا يفهمه، نعم، فإنه لا يسمى كلاما. ولذلك نطلب من الأخ هداية الله أن يعطينا جملة مفيدة في لغته لا في لغة العرب. لا إدراك. إيش؟ لا إدراك. إيه؟ هذا كل كلام صعب. إيه؟ كيف يقول؟ لا إدراك. راضي؟ راضي، يعني تجاهل راضي. هذه ما نفهمها بهذا المعنى، بل نفهم زيد الراغي يعني يرى كما يرى البعير. طيب، على كل حال لا بد أن يكون بالوضع، يعني بالوضع العربي، بمعنى أنه مطابق للغة العربية، وإلا لن يكون كلاما عند النحويين. إذن كم القيود؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا يكون الكلام كلاما إلا بهذه القيود الأربعة. اللفظ وش اللي خرج منه؟ الكتابة والإشارة ولو فهمت. المركب ما لم يكن متركبا، والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا. المفيد ما خرج به ما لم يفد، وإن تركب من ألف كلمة ما دام لم يفد فليس بكلام. بالوضع قلت يحتمل معنيين، بأن بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصدا له، بالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية، لأن كلامنا بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامنا فيه به على اللغة العربية. طيب، إذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي كلام ولا غير كلام؟ طيب، هل هو مركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا؟ لا، تقديرا، لأن التقدير بسم الله أقرأ، لو لم تقدر أقرأ ما صار كلام، لم يكن كلاما، عرفتم؟ يعني لولا أننا نقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ ما صار كلام. ولهذا لو تقول الرجل القدير البارع الفاهم، وتجي تأتي بأوصاف عديدة ما صار كلام حتى تأتي بالشيء المفيد، لأن السامع لا يزال يتطلب أو يتشوف إلى شيء. ثم قال وأقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة، انتبه، والحصر، الحصر يحتاج إلى توقيف، الحصر يحتاج إلى توقيف. فإذا قال قائل ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو بالقياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ نقول ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية، أما النحو فلا يحتاج إلى هذا. لكن للعلماء دليل على انحصار أقسامه في ثلاثة، وهو التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، اسم وفعل
وحرف ما يخرج عن الأقسام الثلاثة. طيب إذا قلت صح هو فعل صح اسم فعل، إذن لا يخرج عن كونه اسما، لا يخرج عن كونه اسما، يعني فالاسم يشمل الاسم الخالص واسم الفعل. أقسامه ثلاثة، الدليل إيش؟ التتبع والاستقراء. وش معنى التتبع والاستقراء؟ يعني أن العلماء تتبعوا واستقرأوا كلام العرب فنظروا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فقالوا إن هذا إن أقسام الكلام ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والمؤلف رحمه الله نظرا لكون كتابه مختصرا وللمبتدئين لم يحد الاسم باسمه الخاص، يعني ما حده بالرسم لكن حده بالحكم والعلامة. فالاسم مثلا بعض النحويين يقول هو ما دل على معنى في نفسه، وخلى بهيئته عن الدلالة على الزمان، يعني ما دل على معنى في نفسه وخلى بهيئته عن الدلالة على الزمان. والفعل ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على الزمان. والحرف ما ليس له معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره. لكن هذا في الحقيقة مع صعوبته على المبتدئ فائدته قليلة. إذا نقول أعطنا علامات الاسم من أجل إذا وجدنا هذه العلامة عرفنا أنه اسم. يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، أربعة علامات، أربع علامات يعرف بالخفض، والخفض هو الجر، لكن الكوفيون يعبرون عن الجر بالخفض والبصريون يعبرون عن الخفض بالجر، وإلا فالمعنى واحد، لكن هذه اصطلاح عندهم. الكوفي يقول خفض والبصري يقول جر. طيب الخفض إذا وجدنا اسما مخفوضا عرفنا، إذا وجدنا كلمة مخفوضة عرفنا أنها اسم، مثل مررت برجل كريم. أما رجل فلها علامة غير الخفض، لكن كريم وش العلامة؟ علامها اسم الخفض، أنها خفضت يعني جرت. فإذا رأينا كلمة مجرورة أو مخفوضة على تعبير المؤلف فهي اسم، فهي اسم. كذلك يعرف بالتنوين، فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، فإذا وجدت كلمة منونة فاعلم أنها اسم. فإذا قيل هذا رجل، رجل اسم ولا فعل؟ من أين علمنا الناس؟ التنوين. رجل مررت برجل، رجل اسم فيه علامتان أو ثلاث علامات: خفض وتنوين. قال وحروف الخفض الثالث، قال ودخول الألف واللام هذا الثالث، دخول الألف واللام، والبصريون يقولون دخول ال. والخلف في هذا بسيط، البصريون يقولون إن هذه الكلمة مكونة من حرفين، والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها،
والكوفيين يقولون هذه الكلمة مكونة من حرفين لكنهما حرفان هجائيان، إحداهما ليس أصليا وهي الهمزة، همزة أل همزة وصل تسقط عند الدرج والوصل، فليست أصلية حتى نقول إننا ننطق بلفظها. إذن بماذا ننطق؟ كان ننطق باسمها، نقول الألف واللام، انتبه. فصار النحويون أيضا الكوفيون والبصريون يختلفون في ال اللي في الكتاب، ذلك الكتاب، الكتاب هل نقول الألف واللام ولا نقول ال؟ إن كنت بصريا فقل ال، وإن كنت كوفيا فقل الألف واللام. طيب حجتهم، البصريون قالوا إن ال حرفان والكلمة إذا كانت حرفين ينطق بلفظها، ولهذا تقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر، وتقول اللام حرف جر ولا تقول لي حرف جر. لكن الكوفيون يقولون إن الهمزة ليست أصيلة في الكلمة، لأن الهمزة يؤتى بها للوصل، ولهذا تسقط عند الدرج والاتصال، فتقول مثلا أكرمت الرجل، هل جاءت الهمزة؟ نعم ما جاء، سقط. وتقول مثلا والقمر، والقمر إذا تلاها والقمر، جاءت الهمزة ولا لا؟ ما جاءت الهمزة. إذن فننطق بلفظها، فننطق باسمها ونقول على الألف ولا. طيب الخلاف هذا هل هو يترتب عليه شيء؟ أبدا ما يترتب عليه شيء، الخلاف لفظي. إذن إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فاعلم أنها اسم، كذا تقول الليل في هذه الأيام قصير، الليل وش فيها من علامة الاسم؟ الألف واللام، قصير وش فيها من علامة الاسم؟ التنوين. طيب تقول ألف واللام وحروف الخفض، حروف الخفض يعني حروف الجر، هذه العلامة الرابعة. إذن أقسام الكلام ثلاثة، دليلها التتبع والاستقراء. ما هذه الأقسام؟ اسم وفعل وحرف، ولكل من هذه الثلاثة علامات. فالاسم له أربع علامات كما قال المؤلف، أربع علامات، ما هي؟ الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فمتى وجدت كلمة فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم. طيب بعير، بعير ما هي؟ اسم، اي نعم، لأنها تقبل ال، البعير كذا. دار اسم، تنون تقول هذه دار واسعة. مسجد اسم، كتاب اسم، نور اسم، شمس اسم، قمر اسم، سماء أرض، سماء اسم، وأرض اسم. المهم على كل حال كل كلمة تقبل واحدة من هذه العلامات أو فيها هذه العلامات فهي اسم، والله أعلم. ها؟ هو مختصر يا هداية الله، مختصر، وله ترك علامة إن هي أحسن علامات وهي الإسناد، لكن أنك لو جردته فقلت الغلام قال ما يجي. قال المؤلف وحروف الخفض، حروف الخفض هذا مبتدأ الدرس الآن، حروف الخفض يعني الحروف التي إذا دخلت على الاسم خفضته يعني جرته،
ومن أين علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم جرت؟ ها؟ من التتبع، واستقر كلام العرب، ولا ما فيه قرآن ولا سنة تدل على هذا، لكن كلام العرب إذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضها. قال: وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، كم هذه؟ 9. عد المؤلف 9 حروف. طيب، من تقول مثلا: خرجت من البصرة، خرجت من البصرة، هذه من حرف خفض. ولا يجوز في اللغة العربية أن تقول خرجت من البصرة، ولا يجوز أيضا أن تقول خرجت من البصرة، لا يجوز، لأن من حرف خفض، تقول من البصرة ولا بد. طيب، اشتريت هذا الكتاب من زيد. من زيد، أولا الكتاب وش اسم له حرف؟ لأن فيه الألف واللام. زيد، من زيد اسم، وش فيه من علامات الاسم؟ الخفض والتنوين ودخول حرف الخفض، دخول حرف الخفض. ترى لغتنا مع هذا الكتاب أن نقول حرف خفض، ما نقول حرف جر، يعني وش ندرس الكتاب ونخالفه؟ مو بصحيح، نقول حرف خفض، نعود ألسنتنا ما دمنا في كلام المؤلف. طيب، من إلى، إلى أيضا إذا دخلت على اسم على كلمة فهي اسم وتخفضه. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الله هنا اسم، وش الدليل؟ فيها علامات الخفض ودخول حرف الخفض إلى، والثالث الألف واللام. الله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. إلى السماء، السماء هذه اسم، ليش؟ دخل عليها حروف الخفض، حرف الخفض والألف واللام والخفض. طيب، يقول العلماء: من للابتداء وإلى للانتهاء، من للابتداء وإلى للانتهاء. فإذا قلت خرجت من مكة إلى المدينة، فابتداء سفرك وانتهاؤه بالمدينة. طيب، الثاني: عن وعلى، عن وعلى، عن أيضا من حروف الخفض، إذا دخلت على كلمة فهي اسم، ويجب أن تخفض هذه الكلمة، يجب أن تخفض. تقول: كلمتك عن جد، عن جد، إيش؟ ها؟ اسم جد، وش فيه من علامات الاسم؟ التنوين والخفض ودخول حرف الخفض عليه. عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. اليمين اسم، وش فيه من علامات الأسماء؟ دخول ألف واللام والخفض ودخول حرف الخفض. قعيد اسم، وش فيه من علامات الاسم؟ التنوين. لا، ها؟
عن اليمين وعن الشمال قعيد بالرفع، ما فيه إلا التنوين. وش معنى عن؟ وش معناها؟ قالوا من معانيها المجاوزة، المجاوزة. تقول رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، يعني أن السهم جاوز القوس، جاوز القوس يعني خرج منه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، مجاوزة. وقال ابن مالك بعن تجاوزا عنها من قد فطن، فمن معانيها المجاوزة. طيب، حتى يعطوا الجزية عن عن يد، لأن الجزية تتجاوز أيديهم، تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين عن يد. طيب، وعن وعلى، على إذا دخلت على كلمة فالكلمة اسم ويجب خفضها، يجب خفضها. على الله توكلنا، على الله توكلنا، نقول الله اسم. علامة الاسم أنه دخلت عليه على، وأن فيه الألف واللام، وأنه خفض، الكلمة هذه خفضت. طيب، وش معنى على؟ على العلو للسعلى. تقول رقيت على السطح مع أهل العلو، ولهذا قال ابن مالك على للاستعلى. طيب، ثم استوى على العرش، على العرش، العرش اسم، فيه من علامات الاسماء دخول حرف الخفض والالف واللام والخفض، كذا. طيب، لو قال قائل على العرش خطأ، ما يصير حرف الجر لازم، حرف الخفض لازم يخفض. لو قال على العرش، على العرش خطأ أيضا، لأن حرف الخفض لا بد أن يخفض. إذن يقول على العرش. طيب، وفي وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. فإذا وجدت كلمة دخلت عليها في فهي اسم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله. طيب، عاكفون في المساجد، المساجد اسم، وش فيها من علامات الأسماء؟ ثلاث علامات، دخول حرف الخفض والألف واللام والخفض. وما اجتمع قوم في بيت علامتان، ثلاث علامات، ثلاث علامات، التنوين والخفض ودخول حرف الخفض في بيت كذا. من بيوت الله، من بيوت، علامتان، حرف الخفض والخفض. طيب، وعلى، وفي، وش معنى في؟ لها معاني في، منها الظرفية وهو الأكثر، الأكثر فيها الظرفية. تقول وأنتم، أنا قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد، إذن المسجد ظرف، ظرف. وتقول الرجل في القهوة، قهوة المكان اللي يتقهوى فيه الناس، ويسمى عند الناس الآن في المجلس، الرجل في المجلس، إذن المجلس ظرف له. وتقول الماء في الكأس، الماء في الكأس، الكأس ظرف، واضح؟ طيب، زين، في للظرفية. ورب،
رب، تقول رب رجل لقيته، رب رجل لقيته. فإذا وجدت كلمة دخلت عليها رب فهي إيش؟ اسم. فرجل في قولك رب رجل اسم فيه من علامات الأسماء ثلاث علامات: دخول حرف الخفض والتنوين والخفض. طيب، رب للتقليل ولا للتكثير؟ للتقليل والتكثير حسب السياق. طيب، قال والباء والكاف واللا، الكلمات اللي بالأول يقول رحمه الله وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، الست هذه قالها بلفظها، والباء قالها باسمها الباء ولم يقل وبي، والكاف ولم يقل وكاء، واللام ولم يقل ولي. ليش؟ لأن المعروف عند النحويين أن الكلمة إذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها، تذكر باسمها، وإذا كانت على حرفين فأكثر فتذكر بلفظها. فتقول من حرف جر، ولا تقول الميم والنون حرف جر. لزيد تقول اللام حرف جر، ولا تقول لي حرف جر. طيب، اللام الباء، الباء من حروف الجر، من علامات الاسم. فإذا وجدت كلمة دخلت عليها الباء فهي اسم. بسم الله بسم، اسم اسم. وش في من علامات الأسماء؟ دخول حرف الخفض والخفض. أليس الله بعزيز بانتقام؟ عزيز اسم. ليش؟ لأنه دخل عليه حرف الخفض وهي الباء، وخفض ونون، ثلاث علامات. طيب، قال والكاف الباء، الباء نشوف ايش معناها. الباء، الباء تأتي للسببية ولها معاني، لها معاني كثيرة لكن منها السببية. طيب، الكاف، الكاف أيضا من حروف الخفض، الكاف من حروف الخفض. تقول فلان كالبحر كرما، فلان كالبحر كرما، كالبحر. نقول البحر اسم، اسم البحر. فيها من علامات الأسماء ثلاث علامات، ثلاث علامات: الكاف والألف واللام والخفض، كذا ولا لا؟ طيب، لو قال قائل فلان كالبحر، كالبحر خطأ. كيف خطأ؟ ليش؟ لأن الكاف حرف خفض لازم يخفض اللي بعده. فلان كالبحر خطأ، لأن كاف حرف خفض. فلان كالبحر كرما، ما تقولون في فلان اسم ولا غير اسم؟ وش فيه من علامات؟ تنوين. كرما اسم، فيه من علامات التنوين. طيب، ما معنى الكاف؟ الظاهر ان الكاف كلكم يعرف معناها. ايش معناها؟ التشبيه، التشبيه، نعم. طيب، اللام، اللام ايضا من حروف الخفض، اذا دخلت على اسم خفضته ولا تدخل الا على الاسماء اللام. قال الله تعالى وانه لحب الخير، لحب الخير لشديد،
نشوف الكلمات الثلاث هذه كلها. لحب حب اسم، وشيء من علامات الاسم الخفض ودخول حرف الخفض. الخير اسم، اسم وشيء من علامات الاسم علامتان الخفض ودخول الألف واللام. نحن الآن على لغة ابن جروم يا سامي. طيب لشديد، شديد اسم وش فيها من علامة الاسم؟ لا التنوين فقط، اللام ما يبحر جر، اللام للتوكيد، اللام للتوكيد. طيب إذن شديد اسم فيها من علامات الأسماء إيش؟ التنوين. طيب حروف القسم أيضا إذا وجدت اسما، إذا وجدت كلمة دخل عليها حروف القسم فهي اسم، وحروف القسم تجر أيضا من حروف الخفض وهي الواو والباء والتاء. هذه حروف القسم. الواو قال الله تعالى والفجر وليال عشر، الفجر هذا اسم لأنه دخل على حرف القسم والفجر، وفيها علامة ثانية الألف واللام، وفيها ثالثة الخفض والفجر. طيب الباء قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال الله تعالى والفجر وليال عشر، الفجر هذا اسم لأنه دخل على حرف القسم والفجر، وفيها علامة ثانية الألف واللام، وفيها ثالثة الخفض والفجر. طيب الباء قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبي الله الله اسم لأنه يعني دخل عليه حرف الخفض لا تتبعوني على الخطأ والصواب، إذا أخطأت كل خطأ. هل أبي الله هنا ألبى حرف قسم؟ ها؟ ما هي حرف قسم، ما هي حرف قسم، ولهذا ألبى هنا حرف خفض لا حرف قسم. وأقسموا بالله جهد إيمان، ألبى هنا حرف قسم، والله اللفظ هذا اسم، اسم فيه من علامة الأسماء دخول حرف القسم عليه والخفض والألف واللام. والتاء وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله الاسم الله اسم، ليش؟ لأن فيه علامات الاسم دخلت عليه تاء التي هي حرف قسم، وفيه الألف واللام وهي من علامات الأسماء، وفيها الخفض وهو من علامات الأسماء. إذا أضفنا حروف القسم الثلاثة إلى حروف الخفض التسعة صار الجميع 12 حرفا، كلها تخفض، كلها تخفض. طيب الباء ذكرها المؤلف رحمه الله في حروف الخفض وفي حروف القسم، فهي إذن تكون مشتركة بين حروف الخفض وحروف القسم.
انتهى الكلام الآن على الاسم، فصار الاسم يعرف بأربع علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني أن كل كلمة تجد فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم، وربما يجتمع فيها علامتان، وربما يجتمع فيها ثلاث علامات، وربما يجتمع فيها أربع. لا، ليش؟ لأن التنوين والألف واللام ما تجتمع، فإذا ثلاث من أربع. نعم، والله أعلم. قال: الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، أربع علامات. كل كلمة مسبوقة بقد فهي فعل، كل كلمة مسبوقة بالسين وسوف فهي فعل، كل كلمة مختومة بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل. كذا؟ طيب، مثال الأول: قد أفلح المؤمنون. أفلح هذه فعل، الدليل دخول قد. المؤمنون اسم، الدليل دخول الألف واللام. طيب، يعرف بالسين: كلا سيعلمون. سيعلمون، يعلمون هذه فعل، وش علامته؟ دخول السين. طيب، في سورة ألهاكم: كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون فعل، الدليل دخول سوف عليها. إذن كل كلمة دخلت عليها السين فهي فعل، كل كلمة دخلت عليها سوف فهي فعل. طيب، نحن نقول كل كلمة دخلت عليها السين، انتبه. أما إذا كانت السين منها فليست بفعل، قد تكون فعل وقد لا تكون. مثلا سحر، سحر هذه ما نقولها إن فعل لأن فيها السين، بل نقول دخلت عليها السين، فالسين ليست من بنيتها، السين ليست من بنيتها، بل هي خارجة عن بنية الكلمة. شف، سيعلمون، أول الفعل يعلمون، السين هي اللي دخلت على الفعل. والمؤلف رحمه الله هنا قال: التاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. اشترط شرطين، بل ثلاث شروط، أو شرطين: تاء تأنيث وساكنة. لم يقل بالتاء، قال تاء التأنيث الساكنة، فكل كلمة ختمت بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل، كل كلمة ختمت بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل. قالت الأعراب، قالت الأعراب، قال وش تقول فيها؟ فعل. ليش؟ ختمت بتاء التأنيث الساكنة، قالت الأعراب. طيب، وقالت عجوز عقيم، قالت، قال هذه فعل لأنها ختمت بتاء التأنيث الساكنة. طيب، فإن ختمت الكلمة بتاء لغير التأنيث، مثل بيت، بيت أخذ تاء لكنها ليست للتأنيث، هل نقول بيت فعل؟ ها؟ لا، في آخرها التاء، لكن التاء هنا ليست للتأنيث بل هي من بنية الكلمة. طيب، تاء التأنيث الساكنة احترازا من غير الساكنة، فإن تاء التأنيث غير الساكنة ليست من علامات الفعل،
تقول هذه شجرة شجرة تاء، هذه تاء التأنيث ولا لا؟ هذه بقرة، هذه تاء التأنيث لكنها ساكنة ولا غير ساكنة؟ غير ساكنة. إذن شجرة ما نقول فعل. لماذا لم نقل فعل؟ لأن تاء التأنيث غير ساكنة. بقرة لا نقول فعل. لماذا؟ لأن تاء التأنيث غير ساكنة. رحمة، رحمة، قال هذا رحمة من ربي، رحمة، ها رحمة فعل. ليش؟ لأن تاء التأنيث غير ساكنة. طيب، إذن الفعل له أربع علامات: قد وتكون في أوله، السين وسوف وتكون في أوله، تاء التأنيث وتكون في آخره، تاء التأنيث الساكنة وتكون في آخره. واضح يا جماعة؟ طيب، قال والفعل والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. كل كلمة تعرض عليها دليل الاسم ولا تقبل، ثم دليل الفعل ولا تقبل، فهي حرف. فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يقول الحريري في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. زين هذا، طيب اللي بيصير علامة كله يدور يكون علامة. الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فإذا وجدت كلمة إن عرضت عليها علامة الاسم ما قبلت وعلامة الفعل ما قبلت فهي الحرف. فإذا قال قائل: كيف تجعلون علامة الحرف عدمية والعلامة علم؟ لابد أن يكون أمرا وجوديا. فالجواب أنه إذا كان الشيء محصورا، إذا كان الشيء محصورا صح أن تكون العلامة عدمية. فهنا علامة الاسم كذا وعلامة الفعل كذا، وش يبقى إذا قلنا الذي لا يدخل في علامة هذا ولا هذا؟ صار معلوم ولا غير معلوم؟ صار معلوم. قالوا: ونظير ذلك الجيم والحاء والخاء. جيم حاء خاء، ثلاثة حروف كتابتها واحدة ولا تختلف؟ واحدة. تتميز الجيم بالنقطة من أسفل، والخاء بالنقطة من فوق، والحاء ما لها علامة، ما لها نقطة. إذن إذا وجدنا صورة صالحة للخاء والجيم والحاء ولكن ما فيها علامة هذا ولا هذا، عرفنا أنها حرف، عرفنا أنها حاء، عرفنا أنها حاء. إذن كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي حرف. طيب، نبي مثال. المؤلف ما مثل، لأنه مطلوب من المعلم يمثل. نحن مثلنا للفعل ولا لا؟ الفعل اللي في قد، وش المثال؟ قد أفلح المؤمنون، اللي فيه السين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، اللي في السوف كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، التي تاء التأنيث قالت عجوز عقيم، قالت الأعراب لكن كسرت التاء لالتقاء الساكنين. طيب، الحرف هل قد، السين، سوف، تاء التأنيث الساكنة، إلى أولى، ها؟ كل ما سبق. نأخذ المثال من قريب: حروف الخفض 9، عد المؤلف 9. فإذا قل مثل بالحرف قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وحروف الخفض، وهي من هذا حرف إلى حرف. طيب، حروف القسر الباء والتاء والواو
نعم. إذن الأمتع لله الحمد موجودة متوفرة عندك، لا تروح بعيد، خذ من حروف الخفض ولا من حروف القسم. طيب، بقي أن يقال ما تقولون في ال التي من علامات الاسم ال، هل تدخل في كلام المؤلف هنا؟ نعم، نقول المؤلف قال في الأول حرف جاء لمعنى، وال ما له معنى، ال ما له معنى، وقال بعض النحويين بل ال لها معنى، تفيد العموم، تفيد بيان الحقيقة، نعم، تفيد العهد، فلها معنى، فلها معنى. وعلى هذا فأل تعتبر من الحروف لأنها حرف جاء لمعنى. طيب، أرى في ربع، ايش تقولون؟ هل من الحروف ولا لا؟ لا، ما هي من الحروف الصلاح، لأن المؤلف قال حرف جاء لمعنى، وربع معناها التقليل أو التكثير، لكن مكون من ثلاث حروف، لو جزأتها وقلت أرى ما صار له معنى، صح؟ من، الميم في من حرف ولا غير حرف؟ ليش؟ ليس لها معنى. النون في من ليس حرفا. إذن الحرف ما لا تدخل عليه علامة الاسم ولا علامة الفعل، ولكن الحرف المصطلح عند النحويين هو الذي له معنى، حرف جاء لمعنى. فخلاصة الباب الآن، الحمد لله، خلاصة الباب أن الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا واحد. ثانيا، أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، حرف جاء لمعنى. طيب، دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء، أن علماء النحو تتبعوا كلام العرب لم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة. ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة تراجم علماء اللغة وما لاقوه من العناء والتعب في تتبع البدو الرحل لعلهم يجدون كلمة واحدة من الكلمة العربية قبل أن تتغير ألسن أهل المدن، لأن أهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم فتغير اللسان، فصارت اللغة العربية لا توجد إلا في بطون الأودية ومنابت الشجر. فصار علماء اللغة يذهبون كل مذهب في البراري يطلبون أعرابيا يوحي أو يخبرهم بكلمة واحدة من أجل أن يثبتوها. نعم، لهذا نقول إن العلماء تتبعوا واستقرأوا فلم يجدوا كلام العرب يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. طيب، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة، كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له علامات. علامات الاسم أربع: الخفض والتنوين، دخول ألف واللام حروف الخفض، وإن شئت فقل حروف القسم، لكن نحن نقول حروف القسم من حروف الخفض، لكن ما نهب القسم. علامات الاسم الفعل أربع: السين وسوف وقد وتاء الساكن. علامة الحرف ايش تقول؟ ما هم من هذا، لا تذكر لما قال مؤلف. ها، طيب، الحرف وش علامته؟ علامته عدمية، ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يقال إن أنا أقول لكم تتبع الاستقراء، يقال إن الحجاج ابن يوسف الثقفي من ثقيف من الطائف، وكان رجلا حريصا على اللغة العربية، وهو الذي أعرب القرآن، كتب يعني شكله، تكلم عنده أعرابي بكلمة فعلة فعلة، فقال له الحجاج
ما هي موجودة في اللغة العربية. قال موجودة. قال اذهب ائتي بشاهد من العرب الأقحاح وإلا فسأضرب عنقك. ما فيها الحجاج. فذهب الرجل يطلب في البوادي يطلب أبطى. يقول فلما كان ذات يوم وإذا بشاعر ينشد ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. وإذا بشيخ آخر يأتي يقول إن الحجاج مات. قال والله ما فرحي بهذا بموته أشد من فرحي بهذا البيت. نعم كفى الله الأمر بموت الحجاج وفي وجود الشاهد. أنا قصدي إن الناس كانوا يتتبعون العرب ويطلبون من كل جانب لعلهم يجدون كلمة عربية لم تغيرها الألسن. أما المدن فقد تغيرت بواسطة الفتوحات. نقرأ باب الإعراب. قال المؤلف باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب أعرب عن الشيء بمعنى أفصح عنه. وتقول أعربت عما في نفسي يعني أفصحت. فالإعراب في اللغة الإفصاح عن الشيء. تقول أعربت عما في نفسي يعني نعم أفصحت. لكنه في الاصطلاح اسمه تغيير أواخر الكلم. تغيير لا بد أن هناك تغييرا. تغييرا من ضم إلى نصب إلى جر إلى خفض إلى سكون. تغيير أواخر الكلم. أواخر جمع آخر. فالإعراب إذن يتعلق بأواخر الكلم لا بأولها ولا بأوسطها. الكلمات الآن حركاتها تكون في الأول والأوسط والآخر. ما الذي يختص بالإعراب؟ الآخر آخر الكلمة. أما أولها ووسطها هذا لأهل الصرف ما هو لأهل النحو. لأهل الصرف لا لأهل النحو. فمثلا النصر فتح النون نعرفه من الصرف ولا من النحو؟ من الصرف. سكون الصاد من الصرف. تحريك الراء هذا من النحو وهو الذي يتغير. أما أول الكلمة وآخر الكلمة فهو على ما هو عليه ما يتغير. ولهذا تقول نصرا ونصر ونصر. وش اللي يتغير؟ الآخر. ولهذا يركز علماء النحو على أواخر الكلم لأنه لا يتغير. قال المؤلف تغيير أواخر الكلم من أين إلى أين؟ ها تغيير أواخر الكلم من أين إلى أين؟ ها من ضمة إلى فتحة إلى كسرة خفض إلى سكون. هذا التغيير. أواخر الكلم خرج به تغيير أوائلها وأواسطها ما له دخل في النحو ولا في الإعراب. قال الداخلة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الجار والمجرور متعلق بتغيير يعني تتغير لاختلاف العوامل. انتبهوا لهذا. لأن تغيير أواخر الكلم قد لا يكون لاختلاف أواخر العوامل لاختلاف العوامل. قد يكون لاختلاف لغات العرب. مثلا حيث بعض العرب يقول حيث وبعض العرب يقول حيثي وبعض العرب يقول حيثة وبعض العرب يقول حوث. اختلاف الآن لاختلاف العوامل لا ولكن لاختلاف اللغات. فالعبرة باختلاف أواخر الكلم من أجل اختلاف إيش؟ العوامل. ما هي العوامل؟ أتظنون أن العوامل مطرقة وفاس مسحات ولا إيه؟ لا. العوامل كلمات تتغير بسبب تغيرها
أواخر الكلم. تقول جاء زيد آخر كلمة زيد الدال مضمومة الآن، وتقول رأيت زيدا، شوف الآن صارت مفتوحة. ليش؟ لأن الأول العامل الأول غير العامل الثاني، اختلفت العوامل. مررت بزيد، ها خفضناه، لماذا؟ لاختلاف العوامل. إذن الأواخر تختلف باختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. إن دخل عليها عامل رفع رفعناها، عامل نصب نصبناها، عامل خفض خفضناها. طيب، قال المؤلف لفظا أو تقديرا، لفظا متعلق بالتغيير أيضا، يعني أن التغيير يكون أحيانا لفظا وأحيانا يكون تقديرا، أحيانا لفظا وأحيانا تقديرا. فإن كان الحرف الأخير صحيحا فالتغيير لفظي، وإن كان معتلا فالتغيير تقديري، فإنه يتغير تقديرا. مدينة معنى ولا لا؟ طيب، نقول تغيير أواخر الكلم إما لفظا وإما تقديرا. متى يكون لفظا؟ إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحا. يكون تقديرا إذا كان آخر الكلمة حرف علة، حرف علة كذا. طيب، حروف العلة ثلاثة، الألف والواو والياء، هذه حروف العلة، وما عداها فحروف صحة. الحروف كم من حرف اللي تكون منه كلام العرب؟ 28. خذ منها ثلاثة علة، يبقى عندك 25 حرفا كلها حرف صحيح. طيب، الراء حرف علة صحيح. طيب، الباء، الجيم صحيح كذا، الكاف، اللام. طيب، إذن 25 حرفا تتغير باختلاف العوامل لأنها حرف صحيح، ثلاثة حروف لا تتغير لأنها حروف علة. شوف الآن، جاء علي وعيسى، جاء علي وعيسى، علي مضمون لأن آخره حرف صحيح، عيسى غير مضمون، ساكن، ألف حرف علة. طيب، رأيت عليا وعيسى، ها عليا حرف صحيح، تغير ولا ما تغير؟ تغير، كان بالأول مرفوع علي الآن منصوب عليا، عيسى ما تغير، ما تغير لأن آخره حرف حرف علة، حرف العلة ما يتغير، قدر عليه الحركات ولا تغيره. طيب، مررت بعلي وعيسى، علي ها تغير ولا ما تغير؟ إلى خفض كسرناها الآن، عيسى ما تغير. طيب، إذن علي معرب، علي معرب لأنه تغير آخره باختلاف العوامل. عيسى معرب ولا لا؟ لا، عيسى معرب لأنه يتغير آخره تقديرا، ولهذا قال المؤلف لفظا أو تقديرا. لفظا متى؟ إذا كان آخره حرفا صحيح وهو 25 حرفا. تقديرا إذا كان آخره حرف علة، فإن التغيير يكون تقديرا ولا يكون ظاهرا، يعني ما يمكن تغييره. عيسى ما تقدر تقول تنصب آخره بالفتحة أو تجر بالكسرة أو ترفعه بالضمة، ما يمكن، هو. طيب،
إذن أعود، ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم، فخرج بقولها تغيير ما لا يتغير آخره، لا لعلة بناء، ولا أحب أن أتكلم على البناء لأنه شوش علينا. أواخر الكلم، أواخر خرج به ها؟ أوائلها وأواسطها، فلا مبحث فيه في علم النحو، إنما يبحث فيه في علم الصرف. طيب، لاختلاف العوامل خرج به ما إذا تغير آخر الكلمة باختلاف اللغات، فهذا لا يعد إعرابا. مثلا حيث مبنية على الضم، لكن بعض العرب يبنيها على الفتح فيقول حيث حيث، بعضهم يقول حيثي فيبنيها على الكسر، لكن تغير الآخر هنا ليس لاختلاف العوامل ولكن لاختلاف اللغة. طيب، لفظا أو تقديرا، يعني أن التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. متى يكون لفظا؟ إذا كان آخر الكلم حرفا صحيحا، ويكون تقديرا إذا كان آخرها حرف علة. أعرب مثالا، قام محمد، قام فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، لأن آخره حرف صحيح. قام عيسى، قام فعل ماضي، عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، كيف؟ اي نعم، ضمة مقدرة على الألف. عيسى منع من ظهورها التعذر، شف الآن تغير آخره لكن تقديرا، ولهذا نقول ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها إيش؟ التعذر. كيف التعذر؟ لأنه يتعذر أن تضمه. الآن لكم من الآن الساعة كم؟ الساعة 9:07، لكم إلى القابلة الساعة 9:05، وأروني ضمة على الألف، ضمة على الألف، تقدرون تجيبون ألف مضمومة سولة بخاري اللي طلع فهو يعتبر أنحى من سيبويه. نعم نعم، أين المهم؟ لا يمكن، ولهذا يقول العلماء منع من ظهورها التعذر، ما يمكن تأتي الألف مفتوحة. طيب تأتي مضمومة ولا مضمومة ولا مكسورة ولا مكسورة. لا، حروف الألة أنا قلت لكم إنها ثلاثة، حروف الألة ثلاثة، الألف وهي أعلها، الألف علتها علة، أعل العلة، لا يظهر عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، ويتعذر تعذر الظهور عليها. وش بقى عندنا؟ الواو والياء. الواو والياء أهوى من الألف، لأن الواو والياء تظهر عليها الفتحة، تظهر عليهما الفتحة. نعم، فتقول مثلا لن ندعو، قال الله تعالى لن ندعو من دونه إله، لن ندعو من دونه إله، تظهر الفتحة. أليا تظهر الفتحة أيضا عليها، فتقول رأيت القاضية، رأيت القاضية. حطوا بالكم يا جماعة، وش يبقى عندنا؟ الضمة والكسرة، الضمة والكسرة لا تظهر عليهما، ضمة ولا كسرة على الواو والياء، لكن نقول منع من ظهورها الثقل، ما نقول التعذر، الثقل، يعني أن ظهور الضمة على الياء ثقيل، ظهور الكسرة على الياء ثقيل،
ظهور الضمة على الواو ثقيل وظهور الكسر عليها أيضا ثقيل، إن صح أن تكسر. خلكم معي يا جماعة، صار تتفق حروف العلة الثلاثة في أنه يقدر عليها الضم والكسر. طيب، أما الفتحة فتقدر على الألف وتظهر على الواو والياء. تختلف أيضا في أنه يقال في الألف منع من ظهورها إيش؟ التعذر، وفي الياء والواو الثقل، لأنه يمكن، لكن على ثقل يمكن أن تقول جاء القاضي، يمكن يمكن لكن ثقيلة، ويمكن أن تقول مررت بالقاضي، يمكن لكنها ثقيلة. ولهذا قال العلماء في التعبير تعبير دقيق، قالوا في الألف منع من ظهورها، في الألف منع من ظهور التعذر، وقالوا في الواو والياء منع من ظهورها الثقل. واضح؟ إذن خذوا أحكام حروف العلة. الألف تقدر عليها جميع الحركات، ويقال منع من ظهورها التعذر. الواو والياء تقدر عليهما الضمة والكسرة فقط، وتظهر عليهما الفتحة، ويقال فيما إذا قدرت الكسرة والضمة يقال منع من ظهورها الثقل، الثقل دون التعذر لإمكان النطق لكن مع الثقل. واضح؟ طيب، لو قال قائل من الناس جاء القاضي، قلنا غلط، ما تنطق العرب بهذا، لأن الضمة تقدر على الياء تقديرا. لو قال رأيت القاضي صحيح، لأن الفتحة تظهر على الياء. طيب، لو قال مررت بالقاضي، إن خطأ، العرب ما تقول هكذا، لأنها لو قالت هكذا صار ثقيلا، صار ثقيلا فلا تنطق به. أما الألف فلا تنطق العرب عليه بأي حركة، لأن ذلك متعذر، متعذر ما يمكن. طيب، لفظا أو تقديرا، قالوا أقسامه أربعة، فصار الإعراب معناه تغيير، معناه في الاصطلاح تغيير أواخر الكلم لما لأي شيء لاختلاف العوامل الداخلة عليها. وهذا التقدير يكون لفظا تارة ويكون تقديرا تارة أخرى، فيكون لفظا إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحا، ويكون تقديرا إذا كان آخرها حرف علة. وحروف العلة ثلاثة، الواو والألف والياء، فالألف تقدر عليها جميع الحركات ويقال منع من ظهور التعذر، والواو والياء يقدر عليها الكسرة والضمة ويقال منع من ظهورها الثقل، وتظهر عليها الفتحة لخفتها، والله أعلم كذا ولا لا، لكن تكون ثقيلة. قال المؤلف رحمه الله وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب أربعة. من أين أخذنا أو من أين عرفنا أن الأقسام أربعة؟ ذكرت لكم أن دليل النحو ما هو من الكتاب ولا من السنة، من التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا كلام العرب ووجدوا أن الإعراب لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة، رفع ونصب وخفض وجزم، هذه أقسام الإعراب. يعني ما من كلمة من كلمات العرب إلا وهي إما مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، كل كلام العرب ما يخرج عن هذا ولا كلمة واحدة، لأن هذا التقسيم علم بالتتبع والاستقراء، والعلماء تعبوا في تدوين اللغة العربية، ليس بأمر سهل. طيب، الرفع تقول قام الرجل، الرجل هذا رفع، والنصب
أكرمت الرجل والجر مررت الخفض، نعم الخفض مررت بالرجل، والجزم لم يقم زيد، لم يقم زيد. لا تشوفون علينا يا اخوان، خلوا الشيء يبقى بعدين. لم يقم زيد الرفع مثاله قام الرجل، النص أكرمت الرجل، الخفض مررت بالرجل، الجزم لم يقم زيد، لم يقم مجزوم. ما تجد كلمة من كلمات العرب تخرج عن واحد من هذه الأربعة، لابد مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. طيب، هل هذه الأقسام الأربعة تشمل الفعل الاسم والفعل والحرف؟ لا. أما الحرف فغير داخل إطلاقا، الحرف ما يدخل معنا إطلاقا، ما يقال مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض ولا مجزوم. الحرف ليش؟ لأنه مبني، مبني. قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء. والمبني مهم معرب، المبني مثل الميت ما يتحرك، عرفتم؟ هل الميت يتحرك؟ المبني ميت. أين حرف وأين اسم استفهام؟ نجيب هل، هل حرف ولا لا؟ ما تتغير أبدا، كل كلام العرب هل هي هي، نعم مهما كان، جبها في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، ما يمكن تغير. ولهذا نقول إن الحروف كلها ما يدخلها الإعراب. الآن طاح عنا ثلث اللغة العربية حسب الأقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف، ثلث راح عنا. تقع عندنا الاسم والفعل، هل هذه الأقسام الأربعة تدخل على الاسم والفعل؟ نشوف، أنا بمشي أنا وياكم. خفض، ها؟ يدخل على الاسم فقط، ما يدخل على الفعل، لأنه مر علينا من علامات الاسم الخفض. فإذا كان من علامات الاسم الخفض معناه أننا لا نجد فعلا مخفوضا. طيب، طلع الخفض، الخفض خاص بإيش؟ بالاسم. الجزم خاص بالفعل، لا تجد اسما مجزوما أبدا، كذا؟ طيب، لا نجد اسما مجزوما أبدا. يجي واحد يقول ارفع يده، وش عندك؟ قال عندي اسم مجزوم قرأناه في كتاب الله. ومن أهل الكتاب من، إن تأمن، من اسم ومجزوم آخر سكون، نقول هذا ليس بجزم، هذا إيش؟ بناء. والمبني ما له دخل في الإعراب إطلاقا، كما قلت لكم المبني ميت ما يتحرك. ولهذا من تقول مثلا جاء من نحبه، جاء من نحبه، من هذه فاعل ولا مفعول؟ فاعل. طيب، أكرم من تحبه، أكرم من تحبه، مفعول. مررت بمن تحبه، أو انظر إلى من تحبه، مجرور. هل تغيرت من؟ ما تغيرت. شف، جاءت مرفوعة ما تغيرت، جاءت في محل رفع ما تغيرت، في محل نصب ما تغيرت، في محل جر ما تغيرت. ليش؟ لأنه مبني، مبني. إذن جاب الله شيء بعد سقط عنا في باب الإعراب، سقط الحروف وسقط إيش؟ كل المبنيات، كل المبنيات من الأسماء والأفعال سقطت عنا. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها.
وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيه. اشتركت الأسماء والأفعال في شيئين من الأقسام الأربعة وهما الرفع والنصب، واختصت الأسماء بالخفض والأفعال بالجزم. طيب نأتي بمثال فيه الرفع والنصب في الفعل والحرف. تقول الرجل يقوم، الرجل يقوم. الأخ وش المثال؟ ها؟ ما هو المثال اللي أنا جبت؟ المثال اللي مثلت به يلا ايه سرحت يعني. ها؟ طيب الرجل يقوم، الرجل ما هو؟ اسم مرفوع ولا غير مرفوع؟ طيب يقوم فعل مرفوع ولا غير مرفوع؟ طيب إذن اشترك في الرفع. وتقول لن نكرم المهملة، لن نكرم المهملة. ها. نكرم فعل منصوب ولا غير منصوب؟ منصوب. المهملة اسم منصوب كذا ولا لا؟ طيب طيب تقول لا تنظر إلى المهمل، لا تنظر إلى المهمل. تنظر فعل مجزوم، إلى المهمل اسم مخفوض، اسم مخفوض المهمل يعني حرف جر دخل عليه. طيب الجر خاص، الخفض خاص بالأسماء والجزم بالأفعال. طيب الخلاصة للدرس اليوم أن أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، وأن للأسماء وأن الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، وتنفرد الأسماء بالخفض وليس فيها جزم، وتنفرد الأفعال بالجزم وليس فيها خفض. طيب سؤال: هل يدخل في هذه الأقسام الحرف؟ لا يدخل، لا يدخل لأنه لا يتغير. هل تدخل الأسماء المبنية؟ لا تدخل لأنها المبني لا يتغير. هل يدخل تدخل الأفعال المبنية؟ الأفعال المبنية لا تدخل لأن الأفعال المبنية لا تتغير. إذن لا يدخل